السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، النهارده إن شاء الله هنحل الورك شييت أو الأداء الصفي الأسبوع التاني لمادة الـ uh, Science لـ Grade 5. نيجي الاول سؤال: Choose the correct answer. Number one: Root hairs help in what uh, the amount of water that the plant can take from the soil. A root hair بتساعد في إيه؟ للاماونت اوف ووتر يعني كلمه اماونت يعني كميه كميه الميه اللي البلانت ممكن ياخدها من الايه؟ من السويل هل بتساعد في انكريزنج ان انا ازود او ديكريزنج اقلل ولا نو no تشينج من غير اي تغيير؟ طبعا بتساعد ان انا اعمل انكريزنج للاماونت اوف ووتر بتساعد ان انا بزود لكميه الايه؟ كميه الميه. الروت هيرز بتبقى موجوده انسايد بتبقى موجوده في الروت هو الروت كده كده واحد بطلع منه روت هيرز كتير عشان تزود مساحه الايه؟ الامتصاص بتاعه الميه. طيب نمبر 2 فلوين فيسلز كاري جلوكوز داون فروم الفلويم بتحمل الجلوكوز داون من فين لفين to the rest of the plant parts لحد بقية أجزاء النباتات. طبعاً الفلويم هتحمل الجلوكوز داون من the leaves لحد the rest of ايه of the plant parts لحد الأجزاء بتاعت النبات كلها. طيب number three during photosynthesis process plants release what into the air so that we can breathe. fill photosynthesis process البلانتس بتطلق ايه كلمه ريليس دي يعني بتطلق او بتطلع انهي جاز انتو ذا اير اللي احنا بنتنفسه بعد كده هل بتطلع كاربون دايكسيد ولا اكسجين ولا شوجر طبعا بتطلع الاكسجين جاز اللي احنا ايه وي كان بريث اللي احنا بنتنفسه طيب نمبر 4 زايلم فيسلز ار تيوبس ذات الاو ووتر تو موف ايه فروم ذا روتس تو اذر بارت اوف ذا بلانت الزايلم بتخلي الووتر يتحرك ايه بقى اب ولا داون الزايلم. احنا اتفقنا فوق اهو ان الفلويم كان بيحرك الجلوكوز داون ليه لان هو بيصنع اصلا في الليفز والليفز فوق فبنزلها لكل الاجزاء الثانيه بتاعه البلانت طيب الزايلم ال ال بقى ده مطلع ميه طب مطلعها فين مطلعها لحد النيف طب هيبقى اب ولا داون بقى لا طبعا اب عشان الليفز فوق والزايلم فيسلز موجوده تحت في الستام فبتاخد من الروت توصلها لحد الليفز ايه, إيه. اب فوق طيب سؤال وات هابنز when a green plant is placed in a dark place for a period of time لما بنحط green plant في في مكان ضلمة for a long period of time يعني حطيته في مكان ضلمة وفترة طويلة هو أنا أصلا البلانت محتاج إيه؟ محتاج sunlight عشان يعمل إيه؟ عشان يعمل photosynthesis process فأنت مش مديله له sunlight فمش هيعرف يعمل photosynthesis process هنقول كده it cannot get sunlight so it can't make فوتوسينثيسيس ما مش هيعرف يجيب sunlight ما مش هيعرف يعمل فوتوسينثيسيس بروسيس سو ات كان نوت ميك فود برضه مش هيعرف يعمل الفود في الاخر ات مي die. سو ات مي هيموت في النهايه علشان مش عارف يعمل فوتوسينثيسيس بروسيس مش عارف يعمل الفود بتاعه ف ات ويل داي فهيموت طيب نيجي للسؤال اللي بعده جيف ذا ساينتفك ريزن اللي هو give reason يعني قول السبب Number one, the presence of root hairs in the plant root. ليه عندي root hairs في الplant roots؟ هنقول كده to absorb more sunlight، عشان يمتص sun, uh, more sunlight، uh, more water. بنتكلم عن root hairs، علشان to absorb more water from the soil، عشان يمتص مياه أكتر from إيه؟ uh, from the soil. طبعاً زي ما قلنا فوق، الروت بيبقى سنجل روت كده واحد وطالع منه شعيرات جذريه كتيره فالشعيرات اللي هي الروت هيرز دي بتعمل ايه بتزود مساحه الامتصاص فبالتالي هيمتص ايه ووتر اكتر طيب نمبر 2 ذا بلانت ستيم هاز ميني ديفرنت شيبس منشن ذم البلانت ستيم عنده اشكال كتيره ليه بقى عنده أشكال كتيرة علشان to do different functions عشان تعمل وظائف مختلفة، يعني مثلا بيكون wide leaves عشان تاخد sunlight أكتر، بتكون needle leaves علشان to prevent water loss، فكل واحد فيهم عنده شكل معين عشان to do different A functions، زي مين بقى الأشكال دي أو الأنواع بتاعتها عاملة إزاي؟ يبقى الإجابة هنقول to إيه؟ to perform أو to do different functions عشان يعملوا functions مختلفة، زي مين؟ عندين كمان examples like wide leaves and needle leaves like so wide leaves will needle leaves white flat leaves it what is meant by the process of photosynthesis process process it is the process it is the process in which plants make its own food by using carbon, dioxide and water and sunlight in the leaves will work. يبقى هي البروسيس اللي الـ اللي اوكرز او بتحصل انسايد ذا ليفز والبلانت فيها ميكس اتس اون فود باي يوزنج باستخدام الكربون dioxide والووتر والسن علشان تو ميك ذا بلانتس فود عشان يعمل الفود بتاع البلانت طيب كده خلصنا الكلاس وورك بتاع جريد 5 للاسبوع الثاني نستنى ان شاء الله بقيه الفيديوهات وما ننساش نعمل لايك للفيديو واشتراك في القناه واشوفكم الفيديوهات الجايه ان شاء الله